أنا ماجدة، أنا الأخت العودة، متزوجة وعندي عيال جيكوب وجانا وهم كل حياتي. أحب الحياة الصحية وأمارس الرياضة طبعاً، إذا خواتي الميانين يعطوني فرصة حتى أتنفس فيها. أنا فاطمة، مو يعني أنا مو أكبر واحدة في البيت إنهم بتم ساكتة، عندي وايد أشياء أقولها. أنا أحب الموضة، أحب أغير في شكلي وايد. أنا مو بستقر الحين، عندي وايد أشياء أسويها في حياتي، كفاية عندي بيبي. أنا أسماء، أختي المسالمة، أخواتي دائما يشوفونها كهادية بس بفاجئهم. أنا شيماء، عمري 17 وفي آخر سنة في المدرسة وبفتك. أنا وملاك وايد كلوز. أنا ملاك، أنا الأخت الصغيرة. شيماء is not only my sister, she's my best friend because she totally understands me. في الحلقة الأسبوعية السادسة من برنامج حياة خوات، شاهدنا مع بعض حلقة غنية وايد بالأحداث المهمة، مشكلة ماجدة وزوجها، الخطوة العملية اللي خذوها الخوات في البزنس، متابعة صحة ملاك، مفاجأة ماثيو الماجدة، وغيرها وايد من الأحداث اللي راح نتكلم عنها بتفاصيل أكثر في يومياتنا حق هاي الأسبوع. البزنس تكلمنا وايد عنه، وهالموضوع عمره ما راح يخلص أبد. في كل حلقة بنشوف تطور جديد. في الحلقة السادسة من حياة خوات شفنا تطور مهم وايد صار مع الخوات لما قرروا أنهم يجتمعون مع مستشار اقتصادي حق أفكارهم. ومثل ما شفتوا الاجتماع كان مهم وصادم بنفس الوقت بسبب الضغط اللي سوته أسماء على باقي خواتها بموضوع الشراكة. I want to do this, يعني party and something to do with them. Like I would get the provide them with like nail polishes وهالأشياء. أنت ما تبغى تشتغل مع بعض ولا إيش؟ إيه أنا بشترك معهم وبسوي شيء لحالي. وايد. هي عندنا أفكار ممكن واحد يفكر فيها بعدين في الدراسة. هل إن هاي الثري البزنس تتجمع under one umbrella مكان واحد زين، وكل واحد مسؤول عن خط معين او عن قسم معين، ممكن هذا واحد يشوفها اذا كان feasible. ف where do you يعني there is a shop that is يبيع product yes. And then there is another service that is separate, that is a branch of the big mother yes. company yes. Yes. that will be providing the services related to the products we sell. جزء من التغييرات احتاجها في حياتي هو استقلالية، كذي بسوي بزنس خاص لي. هذا الاجتماع اللي الخوات كان واضح انهم ما قعدوا ولا تفاهموا قبله، لكنه كان مفيد وايد حق فاطمة وماجدة، وعطاهم فكرة عن نوعية البزنس اللي لازم يسوونه مع بعض. يعني مثل الانسبريشن يعني اه بس انا بعد بس هو لازم الواحد في البزنس يعني ما يكون في عاطفة، في جدية شوية. الشيء الثاني بعدين بقول لك الحين فاطمة، حتى بالنسبة إلى بنجح توزيع العمل فيما بينكم، بس ما توزع العمل لما تتفقون تشتغلون مع بعض. هاي واحدة. الشيء الثاني شلون بنسويها؟ نسويها شركة فيما بيننا ذات مسؤولية محدودة، ولا نسويها شركة محاصة ونملكها ونحط لانش؟ إذا كان شركة واحدة ممكن نحط 4-5 أنشطة. الاستيراد هاي الكوسمتكس والبيوتي ستاف الهيرز الستاف هاي كله يكون اندر ديفرنت سي ارز ناقصي اكتيفيتيز. اكتيفيتيز ايه. بس مثل ما شفتوا معانا في الحلقات السابقه، اسماء ما كانت راضيه عن خواتها وعن اهتمامهم في البزنس، عشان كذي كانت منفصله عنهم في الاجتماع وحق التحضير حق الاجتماع بعد، وسوت بحثها الخاص ودراستها الاقتصادية الخاصة حق بزنس خاص ما تبي تشاركه مع خواتها. الموضوع اللي فاجأ الكل، واللي بدورهم حسوا ان ييت اسماء كان بس عشان تخبرهم بهاي الشيء وتوصل لهم رسالة انها تغيرت خلاص وما عادت اسماء اللي يمشي عليها اي شيء.
تبغى تبين معاه. And I do my own nail spa and with my products that I provide and give service to, I would sell it in the shop. تبي كوبريشن يعني؟ يعني yes. تبي تشتغل لوحدك؟ And السجل بيكون باسمك؟ إيه في ذا. أوكي بس قريب إلى البزنس الآخر. خواتي نادراً يسمعوني ولأنا بسوي بزنس خاص لي كذا كم قاعديني وياه. يعني أنا ما أريد تفهمني بس إن I want to have my own business. Yes yes. Oh my products. يعني أنت your own business بدوننا إحنا. One business بدونكم yes. Yes. Okay. أنا ما أحس إن أسماء قاعدة تصير أنانية بس يعني ما أدري هي شنو قاعدة تحاول تثبت بهالتصرفات يعني أنا متفاجئة و. أحس إن الشيء طاق في راسها يمكن إن تبي تثبت شيء بس ما أعتقد إن هذه الطريقة الصح إن واحد يبي يثبت روحه فيها. لكن في الحقيقة في هاي الاجتماع ماجد وفاطمة ما كانوا جاهزين أبد وكانوا معتمدين على المستشارين بشكل عود ومو حاطين بعين الاعتبار أي تحضيرات لازم يشتغلون عليها قبل الاجتماع عكس أسماء اللي اشتغلت وايد قبل هذا اليوم. وكانت جاية وعارفة موضوع البزنس من الألف لين الياء وكانت عارفة بعد شنو تكون طبيعة الشراكة مع خواتها بشكل كامل. ما في مشكلة هي لا لا إذا مقتنع بداية أنا أنصح إذا واحد مقتنع بشيء ما يغير فكرته. كلام المستشار ممتاز بس ليه ما جه مصرة تكون مديرتنا؟ لا هي مقتنعة تشتغل لوحدها في البداية أوكي بس انتوا معكم مشكلة ان هي تساهم في المشروع الثاني؟ بالعكس ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة زين يكون في تعاون؟ طبعا اكيد ايه تعملي بزنس بس بقول لكم شيء وكثير من الاخرين يوقعون في هاي الخطأ لازم يكون في يعني الإدارة السليمة يكون في ترانسبرنسي لازم يكون في شفافية. أسماء تبي تسوي شيء بس احنا مو عارفين لها لحد الحين. أنا قلت لها من قبل إن لازم تعتمد على نفسها وهي لازم إذا شيء مو عاجبها ما تسوي. فأنا ما أعرف شنو بالضبط اللي قاعد تحاول تسوي. بس أعيدها. وبعد الاجتماع الخوات تموا قاعدين بغرفة الاجتماعات لأن المفاجأة اللي حضرتها أسماء لهم ما كانت هينة. يبون يتفاهمون أكثر ويعرفون شنو اللي تفكر فيها أسماء. وعشان كذي الخوات قعدوا. وتكلموا بصراحة عن هذا الموضوع. الحين صراحة أنا أنت وايد صدمتيني ما كنت بقول شيء يعني ما كنت أدري أنا كنت حاسب إحنا كلنا بنتفق على فكرة واحدة. وليه قاعدة تتفق على فكرة واحدة؟ بس أنا الشيء الوحيد اللي أنا بسويه اللي هو بيكون عندي شيء ثاني سيبريت. بس الحين كوال بزنس اللي إحنا قررناه. فشل يعني. الحين أنا أبلش لهم إيميل. سمعيني ما في شيء تغير. الشيء الوحيد اللي زاد اللي I will have my own. بس ليش أنت تبين تسوين شيء بروحك وأنت توج أول مرة تسوين بزنس؟ هل أنا فهمتها؟ ليش ما إحنا كلنا نشترك ويا بعض؟ على الأقل ديك الحزة إن إحنا قاعدين نتشارك المسؤولية مثل ما قالوا تعرفين إن نشترك رأس المال ونشترك في المسؤولية ويا بعض. الخوات مو بعارفين شنو يقولون حق أسماء. خلاص قناعتها هاي المرة قوية وايد وما راح تتغير. وما كان في حل عند الخوات إلا أنهم يقبلون بقرارات أسماء ويحاولون قد ما يقدرون يجيبونها حق بزنسهم. أول تجربة خلي تكون تجربة يعني ناجحة تعرفين مو بإننا قاسين بتفشلين بس أحس إنها مو بحلوة. إحنا كلنا نبي نفتح بزنس ويا بعض وأنت على كيفش تبين تسوين شيء بروحك يعني تحبين هنا القهرني اللي ما حتى عطيتيني تشانس فرصة إن هل نبي إحنا نتشارك وياك أو لا؟ عرفتي قصدي؟ أوكي سوري عن هالشيء ما صراحة ما فكرت عن this. بس أنتي الحين مو فاهمة أنتي you're not happy إن بسوي الشيء from حقي أنا. أحس إنه مو بعد إني أنا مو I'm not happy بس أحس إنه يعني ما أدري من وين جاي هالفكرة. بس هذه الظروف خلقت جو ملائم لأسماء إنها تفهم خواتها. انها تتغير وانها تبي تصير انسان مختلف. الشيء اللي قربهم شوي اكثر من اسماء وخلاهم يتكلمون اكثر معاها بالموضوع ويشجعونها بعد على هذا التغيير.
بقول لك هو شفتك امس اي لافد ات اللوك والاتيتيود لايك حسيت انه هاي شيء امبروفد اسماء انزين بس شنو اللي خلاك تتغيرين في شكلك كذي؟ انا دشيت استغربت انت يوميتي استغربت يعني صدق هو يعني اتس مو بس في الشكل في هو اي ام انا بعد زين حسيت ان كل من يطنز علي في البيت يعني ملاك شما انت وماجده تعرفين to the point إن قلت خلاص لما تغير بتغير كل شيء. وبعد كل هاي التفاصيل الخوات يحتاجون الحين لاستراحة محارب ومحتاجين الحين يجلسون مع بعض ويباركون حق روحهم على الخطوات العملية اللي خذوها ليهم الحين. أنا أخيرا إحنا قعدنا وإحنا تقريبا مخلص يعني موضوع البزنس إحنا خذينا ال next step. ومو من ناحية إنه بس أوكي بزنس إنه formalities وسوالف كذي إنه كإحنا قدرنا نسوي شيء ويا بعض بس مو نسوي big deal out of it يعني. إيه أخيراً قاعد ناكل في مطعم شنو ما سمعت عنه. ما سمعت مشاكل إيه. تتمنى هجومية. الحمد لله it's good. I think أميشي وايد بتكون يعني proud of us. إيه أصلاً وايد يعني أقول لها أحسن شيء سويتي إني جبتينا كلنا عشان تاني بتعيال أكثر. تتخيلين كان في أكثر. أنا أحب أن يكون عندي خوات وايد فالحمد لله على نعمة الخوات. هذه كانت حلقتنا لليوم. بزنس الخوات يتطور وايد وخطوات عملية تتطور كل يوم يعيشون الخوات. هذا الشيء اللي راح يتطور معانا على طول البرنامج بعد وراح نشوف مع بعض إذا هالشيء راح يتم إنجازه ولا راح يواجهون تحديات تعيقهم بالمستقبل. وانتم مشاهدينا نشكركم على تواصلكم المستمر معنا وتفاعلكم على وسائل الاتصال الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وانستغرام خصوصا صديقتنا مشاعل اللي علقت وقالت ان الحلقة قصيرة طولوها. يا مشاعل انت عندك حلقة اسبوعية وعندك 6 حلقات يومية يعني حياة خوات مستمر معاكم على مدار الاسبوع ومو قصيرة ابد. تابعونا يوم ورا يوم في يوميات حياة خوات.